الجمهور والتحس مريح بالنسبة للاعبين، حتى من ناحية التوقيت قاعد المنظمين اختاروا مشروع المباراة في الساعة 6. طبعا أبصر راح المنتخب المغربي من أمير مأمون، مأمون يوزع إلى مدرجي حب يعمل بقصير لكن محاولته تنتهي بمرمى المكافأة يصارح المنتخب الوطني التونسي. صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، حب يستقبل الكرة بطريقة فنية ولكنها تعود هي الإعادة. النتيجة ذهبت إلى الجمرات، هناك خمسة دقائق